القضاء على الفساد الفساد الإداري أكبر من الفساد كمثال مشروع الديزل من سنة 72 تكون الأردنية تأتي على مية الديزل اللي ضخوها رفض جائر السعودية لحد الآن أكون 40 سنة ما سبب من كل ديك الفساد المدارس آخر تقرير جدا من مدير التربية من مدير المدارس 14% زيادة ورق مدرسية موجودة في القرى مدرستين ابتدائيات كنت مدرسة فيها ثلاث طلاب وفي مدارس فيها سبع طلاب مش عارف مين يعني محمد مسؤولية أنا يعني جوابي المباشر يعني جواب عام لأنه بالميثاق المبدأ العاشر بتحدث عن الفساد بشكل مطلق يعني ما بيخصص لا سياسي ولا مالي ولا إداري الفساد بشكل مطلق اللي هي سبعة بس يمكن لو سمحت لي هون في نقطة جزء مطلق بدون ما تسمي كلمة فساد إداري أولا النقطة الأولانية هي تكلم عن الفساد بكافة أشكاله وأنواعه يعني في تخصيص لها لانه هاي واحده من الجلوبال كومباكت برنسبلز يعني مسمينها المال وين هاي اللي هي تكلم فيها على المساهمه المالي وتقليل المخاطر بس اخر نقطه اللي هي المساهمه في مؤسسه بيئه العمل بعيدا عن حصص سلطه وصلاحيه اصدار القرار بيد مالكي المصلحه فقط يعني هي هاي بطريقه غير مباشره يمكن خصصت فساد المال خلينا نسمع من الأخ علاء بس إذا قرأنا أول نقطة فيها الفساد بشكل مطلق هذا اللي كنا لأن النقطة واحد من المساهمة في القضاء على مثل الممارسات الاستغلالية والفساد وتفاوت وبالتالي ممكن تكون هاي شاملة لكن ليش خصصت بعدين الفساد المالي مدام هذاك شامل يعني انا بقول هون لو حطينا والفساد والاداري المالي والاداري لا بالعكس يعني افضل حتى الافضل يمكن والفساد القضاء على الفساد بكافه الاشكال بدل مالي والاداري ممكن يكون في انواع مختلفه كمان ولا بخصصها ولا ايش بشيل كلمه المالي وبس على الفساد المساهمه في القضاء على الفساد وهذا مقصود فيه مالي وسياسي وإداري لأنه بالأخير كله بيصب على بعضه. تفضل دكتور. يعني إذا ممكن يطابق أحد من الأهداف اللي لوسيا قضيت هوية المعلومات في القطاع الخاص يعني القضية الرئيسية هي أن أغلب المعلومات في عبارات الحكومية تكون فيها حجم المعلومة فبحاجة للتركيز على قضية هوية الحصول على المعلومات سواء كانت معلومات حكومية أو معلومات رسمية أو غير رسمية. طيب تفضل انا لسه اسامي مش يعني لازم كل واحد يقول له سلام دي ممكن عشان الراجي حتى الاهداف الموجوده هون اهداف كثير عامه فالمفروض انه بعد ما نسجل يكون في عندنا اكشن بلان عامل كل واحد منهم يعني القضاء الفساد المالي بالاردن يعني معليك فترة طويلة في كثير ناس من 17 تاريخ نوصل لمرحلة فينا proper action plan وعندنا ديت وعندنا رواز مصفين في بقية الجمعيات مظبوطة ملاحظك بس يعني لغايات النظام بدك تحكي بأهداف عامة يعني وعريضة وبعدين تفصل هذه بعد ما نصير جسم حقيقي على الأرض طيب بما أنه ما في ملاحظات أخرى نعتبر أنه الآن مقرر هاي المادة المادة الرابعة يمكن هاي عامة كثير تفضل أنا بعرفش إذا المقصود أنه إحنا بنقدم خدماتنا إلى المواطنين ولا إلى الأعضاء يعني إلى أعضاء إحنا بنقدمها طبعا إحنا ما بنشتغل مع المواطنين مباشرة فأنا في رأيي تصليحها تقدم خدماتها إلى أعضائها يعني حتى لنكون ملتزمين أمام الآخرين بكرة أنه والله يجيني واحد من
من اي مكان يقول لي انت عملت او ما عملت او انت صرت مؤسسه مكافحه الفساد او غيره. احنا نقدم خدماتنا الى اعضائنا اذا على موافق يعني. اوكي موافقين. اوكي المد تفضل تفضل ما عليك. سيدي المال الرابع تكون مقدم الجمعية خدماتها إلى المواطنين على السواء وعلى أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائها. يعني أنا شايف أنه في أول شيء كلمة أعضاء مستخدمة هون لهدف وكلمة مواطنين مستخدمة هون لهدف. هلا اتفقنا مع عليك الأعضاء المواطنين بدها تروح. طيب تصفي إلى الأعضاء وبعدين هون من أعضائها يعني منها وإليها يعني بدها تصفي الشغلة. بعدين النقطة الثانية الهدف من هاي الجمعية هي تقديم منفعة، قد تكون المنفعة ليست مادية ولكن هناك تحقيق منفعة لهذه الشركات أو الأعضاء الذين يدخلون في هذه الجمعية. إذا سمحت لي يمكن هاي بدها شوية لعب بالصياغة، لكن حسب فهمي أنا للمنفعة هون إنه العضو اللي بيدخل في هاي الشبكة مش أحد أهدافه أنه من خلال عضويته يحقق منفعة مباشرة لإله من خلال عضويته، ولكن منفعة مادية منفعة مادية مباشرة لإله منفعة مادية مباشرة لإله. يعني ما بده يجني منها أرباح، ما بده يأخذ منفعة شخصية لإله، ولكن تتحقق له منفعة غير مباشرة نتيجة إلى أنه هو عضو بهاي الشبكة وملتزم بمبادئها بتيسر له أعماله مع الشركات الأخرى اللي هي أيضا أعضاء أو في الدول الأخرى اللي فيها شبكات قوية في هذا المجال. هذا أنا فهمي لألها. أنا لا أختلف مع فهمك، ولكن هذا الحكي يجب أن ينعكس على النص تبعها بشكل واضح ولا دبس فيه. بس من المطلوب تفضل يا خلاء. نفس النص هذا مقتبس من القانون، وبالتالي المقصود زي ما تفضل الدكتور المقصود هو المنفعة الهدفية اللي تتناقض مع أهداف الجمعية غير الربحية، والمقصود بغير الربحية أنه ما يكونش في أي توزيع أو أي فائدة ربحية لأي من أعضاء هذه الجمعية بشكل مباشر. فهذا هو المقصود، وهذا هو يعني النص القانوني هو جاي شوي ممكن يفسر بطريقه خاطئه، لكن تفسيره القانوني الان بين الجميع والمتفقين عليه انه هو المنفعه الماديه المباشره وغير المباشره للمنفعه، وبالتالي المنفعه انا كعضو بهذه الجمعيه اصلا بدي استفيد منها لازم استفيد، لكن الفائده المقصوده هون هي الفائده الماليه والماديه، الفائده اللي تتعارض وتتناقض مع اهداف الجمعيه غير طيب خلينا نسمع لمعاليها. لو سمحت الميكروفون. الحقيقة هو في مستويين من المنفعة لطرفين. الطرف الأول اللي هو الأعضاء اللي موجودين في الجمعية. أما الطرف الأبعد واللي هو إحنا بالنهاية بدنا نوصل له هو المجتمع ككل، فلما إحنا عمالنا نحكي على لمنفعة بتعود على المجتمع من تطبيق العادل لحقوق الإنسان لحقوق العمل العدالة النزاهة في المعاملات إلى آخره، فإحنا بنلتقي في المجتمع وهذا هو الهدف الأساسي والأسمى الحقيقة لكل الدول الخضراء. فمتفقين طبعاً 100% مع الموضوع إنه منفعة لأعضائه إلى آخره، وهذا شيء ما في خلاف عليه، بس في بداية المادة تقدم جميع خدماتها إلى المواطنين هي فعلا لا تقدم خدمة للمواطن مباشرة 100% هذا الكلام.